رياض ومدارس الوطن العربي. مرحبا يا أطفال الصغار، درسنا عن اليوم عن الطيور. في البداية سنتعرف إلى تعريف الطيور. الطيور هي حيوانات تتكاثر بالبيض ويغطي جسمها الريش، ولها جناحان تساعدها على الطيران. إذن تعريف الطيور هي حيوانات تتكاثر بالبيض يغطي جسمها الريش لها جناحان تساعدها على الطيران. أجزاء الطير: منقار وزوج من الأرجل وأيضا جناحان وذيل. إذن أجزاء الطير: منقار، زوج من الأرجل، جناحان وذيل. من الأمثلة على الطيور: طاووس وهو طائر جميل. انتبهوا جيدا يا أبطال الصغار إلى جميع الصور التي سيتم عرضها، ولنركز معا إلى أن النسر له جناحان ومنقار وزوج من الأرجل وذيل، ويغطي جسمه الريش. ننتقل إلى الصقر وهو من الطيور، فلديه جناحان ومنقار وزوج من الأرجل وذيل، ويغطي جسمه الريش أيضا. ننتقل إلى البلبل، فالبلبل من الطيور وله زوج من الأرجل وجناحان وذيل ومنقار، ويغطي جسمه الريش أيضا. ننتقل إلى الحمامة، فالحمامة أيضا من الطيور ويغطي جسمها الريش، ولها زوج من الأرجل وجناحان وذيل ومنقار. ننتقل إلى نقار الخشب، فنقار الخشب أيضا من الطيور ويغطي جسمه الريش، وله زوج من الأرجل وذيل وجناحان ومنقار. ونتوصل من خلال هذه الصور إلى أن خصائص الطيور: يغطي جسمها الريش، تتكاثر بالبيض، لها جناحين وذيل وزوج من الأرجل، ومعظمها يستطيع الطيران مثل الصقر والحمامة، وبعض الطيور لا تستطيع الطيران مثل الدجاجة والطاووس والنعامة. إذا قلنا أن معظمها يستطيع الطيران مثل الصقر والحمامة، ومعظم الطيور لا يستطيع الطيران مثل الدجاجة والطاووس والنعامة. إذن سؤال: علل. الخفاش له جناحان ويطير، لكنه يعتبر من الثدييات، لماذا؟ الجواب: لأنه يتكاثر بالولادة. أخذنا سابقا في درس الثدييات أن الثدييات تتكاثر بالولادة، أما الطيور فقد تعرفنا في درسنا لليوم أن الطيور تتكاثر بالبيض. سؤال على الدفتر، بمساعدة ماما نريد أن نكتب 5 أسماء لطيور لم تذكر في الشرح.